كده عندي جمعيات مزيدة في النبي كاسفي لعيدي فريق النبي كاسفي في السفر مرحبا بالجميع بعد الدول الصحفية مزيدة فريق أولمبي كاسفي وهذا الدول اللي من خلالها نكسب فريق أولمبي كاسفي رضاء أن شاء الله تكون تخليل أنه نتلقيه مع وسائل الإعلام يعني على الأقل في ندوات صحفية مع الشكل مرات في الموسم يعني وحتى ثلاثة يعني في المبدأ الشتوي بعد نهاية يعني الموسم وكذلك إن شاء الله تكون دواء صحفية قبل انطلاقة الموسم فنعرف حول شو غادي يكون هذيك الأسفي والمجازات نيابة عن المنخرطين والمسلمين وكذلك يعني كنا كلكم يعني عشتوا معنا الفترة هذه بأنه كان يعني استقالة ديال السيد الرئيس السابق السي عمر أبو زاهر وكذلك يعني كانت يعني واحد اجتماع استثنائي ديال الأعضاء ديال المخاطرين ديال النادي من خلاله تم تكوين لجنة ديال الصغار التنظيم ديال يعني الجمعين العامين الجمع الأول اللي كان في 17/7/2014 وكذلك الجمع الثاني اللي كان في 23/7/2014 وهاد اللجنه اللي كانت تترأس السي انجليزي بعضوية السي منصوري السي بوحيدة السي بوحيدة والسي عبد الربيع. بالنسبة للجمع العام الاستثنائي كان يعني فيه انتخاب عبد الربيع كرئيس النادي إضافة إلى انتخاب 14 عضو مكون لمكتب نادي أولمبيك أسفي. تلا اجتماع ثاني استثنائي من خلاله تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بالتاريخ 29/7/2014. بالنسبة للأعضاء نتنعرفهم بأنه لائحة ديال المكتب أمامكم إضافة إلى لائحة ديال رؤساء اللجان اللي تواصلنا معكم في الحين ديالها وعطيناكم الأسماء ديال أعضاء اللجان صوت ذكر اللجنة ديال الأخلاقيات اللي ترأسها السي كمال أبي وحيد اللجنة ديال البنية التحتية واللوجيستيك اللي ترأسها السي أحمد بوغطايا لجنة الماركتينغ سبونسورين السي بوكس عبد الرحيم لجنة الشبان السي حيان فداح مدرسة ترأسها السي حنان عبد الرحيم تواصل السي كدرا عبد الرحيم لجنة التقنية السي إبراهيم كرم ولجنة لجنة التنظيم ترأسها السي محسن حامد. بالنسبة للعلاقة ديال المكتب مع المنخرطين كان هناك يعني جوج ديال الاجتماعات في غشت واكتوبر واجتماع برمجة الجزائر بهذا الشهر واللي تأكدوا بأن استراتيجية النادي هو عقد لقاءات يعني كل شهرين مع المنخرطين للتواصل معهم حول مستجدات الفريق. بالنسبة للمطلب اللي كان مطلوب ديال الجميع هو توسيع قاعدة المنخرطين في النادي يعني القائد ديال النادي أنه خدا القرار هذه السنة أن اللاعبين تلتحقوا جدود بالنادي نتعطاهم تعويض على السكن خلال المواسم السابقة لأنه كان في مكتب اللي تيتكلف بالإجراء ديال لوكاسيون كراء وتجهيز ديال المساكن وهذا كان تيعطينا واحد الجهد إضافي كان حتى بالنسبة للتجهيزات كانت عندنا إشكال ديال التعويض ديالهم كل سنة ولا الترميم ديالهم وهذه الآلية مكنتنا باش أنه الفريق تربح في الوقت تربح في المجهود وكذلك تربح على مستوى الشفافية ولا ترونسبارونس بالنسبة لصرف هذه التعويضات كذلك الإجراء مع 17 نقطة ميني 15 نقطة ميني 3 بوان تلاحظوا الحمد لله بأنه نتائج طيبة ديال الفرق الصغرى ديال الفريق الأولمبي الأسفي. بالنسبة لانفتاح المحيط الرياضي المحلي الفريق يعني من الأهداف المشروع ديالنا هو عقد اتفاقية شراكة مع نوادي محلية نادي وطني نادي قاري ونادي أوروبي كذلك هذا المشروع اللي تنتكلموا عليه ديال 4 سنوات اللي غادي نحاول نطبقوا إن شاء الله هادشي في الموسم المقبل أنه يكون تنظيم دوري يعني للكبار وكذلك دوري للشباب. بالنسبة لما تحقق في المحور هذا هو كما تبعتوا كاملين هو كان المنسى جنبير توقيع اتفاقية الشراكة مع وقت فرق محلية هي نادي رجاء أسفي نادي الشبيبة السحيمية نادي نجم الأسفي وكذلك نادي وداد أسفي لكرة النسوية. بالنسبة للتواصل
أهم الأهداف ديال هذا المشروع هو أنه يعني مثلا التحقيق ديالو هو كان هذه السنة عقد صحفي تقديم السي سوبرتوت كإطار تقني جديد. كذلك مقدمة كما يمكن هذه الفرصة باش نرجعوا بأنه الجامع العام الأول والثاني تم القرار ديالهم قررهم يعني جميع المنخرطين كانوا مجتمعين في مركز تكوين الناشئين وداروا يعني خذوا القرار باش يديروا جوج ديال الجمعة العامة عادية. وكذلك كان هناك بلاغ صحفي اللي في انتداب لجنة للسهرة على الجامع العام، كان هناك إعلان على الترشيحات ديال الرئاسة تقدموا 5 ديال الإخوان في الأخير يعني عبر ربي يعني كان هناك شريف من طرف إخواننا اللي ترأس النادي في الفترة هذه. من وراء كان الجامع العام الثاني من خلاله كان مقرر كما كان تقرر في لاجوندا اللي كنا متفقين عليها كاملين أنه يتم القراءة ديال التقرير المالي والأداري في الجامع العام. كنا شفنا الظروف اللي دازت فيها الجامع العام ولكن النتيجة أنه تم المصادقة على التقرير المالي والأدبي. حنا لا نشكك في شرعية هذا المكتب وغادي نستمروا في العمل ديالنا إن شاء الله. بغيتو بالنسبة للدعوة المرفوعة أمام يعني المكتب فعلا كاين هناك دعوة مرفوعة من السي عبد الرافعي المكتب المسير طعن في شرعية المكتب المسير. يعني هنا قلنا يعني الامور واضحه الدفعات قلنا بانه سردنا الطريقه باش تم بها انتخاب المسير. نخليو يعني الكلمه للقضاء وان شاء الله يعني احنا عندنا يعني ثقه كامله في القضاء ديالنا والنتائج يعني اللي غادي يكون القضاء ديالنا، ولكن في انتظار ذلك المكتب هو شرعي يزاول مهامه يقوم بواجباته. بالنسبه للجمهور كنا يعني تنتاسفوا يعني جميع المكونات لانه هذه ماشي مجامله، لانه اي متتبع للفريق الاولمبيك الاسفي من فتره يعني فاش كان تيراهن على الصعود والصعود ديالو خاصه يعني الفصيل اللي شاف كان ديالكم فصيل الشرق الخشع يعني كانت من العلامات المميزه ديال الفريق الاولمبيك الاسفي ومعروفه على الساحه الوطنيه والدوليه بانه تنهضروا على الاولمبيك الاسفي وتنهضروا على الجمهور ديالو. هاد السنه هذه يعني فهمنا في واحد بداية الامر انه غياب النتائج ومع غياب النتائج يعني الجمهور الطبيعه ديالو تيغيب على الميادين، ولكن حنا تنحترموا الاراء ديال الجميع كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو في الاعمال اللي تيقوم بها في المواقف ديالو، ولكن يمكن ما كناش متفقين على المقاطعه ديال المقابله ديال الفريق في ظروف اللي كان الفريق بدا تيستعد يعني يعني الساعد العافيه ديالو بدا تيحقق نتائج ايجابيه. طبعا المقاربه بالنسبه لنا اللي خلينا كنكتب لمصالحه الجماهير هي الاشتغال على الفريق الاول والاشتغال على النتائج ديال الفريق. وحنا كنا تنعرفوا في مجال كره القدم ولكن النجاح يعني كل شيء حنا تنهديو للجميع. كذلك بالنسبه ل الشراكات المعايير كنا تكلمنا عليهم كانوا 4 ديال الفروق. إذا سمحتوا باش نرجع للفصيل الشرق نتمنى أنه نشوفه حاضر في المقابلة المقبلة أمام شباب الحسين، لأنه المقابلة ديال أولمبيك أسفي المسيرة بالحضور ديال الفصيل والجمهور الآخر المسائل بجميع الجمعيات اللي تنشكرها من المبرر المساعدة ديالها والمساندة ديالها للفريق والأعمال اللي تقوم بها، لأن الجمهور ما تنحدوش في فئه وحده ولكن كاين مجموعه ديال الفئات تختلف في المنهجيه والطريقه ديالها ديال تشجيع الفريق. حنا نرحب بالجميع نتمنى ان كل شيء يكون نتمنى كل شيء يكون حاضر في في في, في, في الملعب. والسلوغون ديال اللي دار الفريق في واحد الفتره ديال كل شيء يعني كاملين كل شيء ممكن يعني ما كانش ما يمكن الناس تحكوا هذيك الساعه واحد الوقت، ولكن دابا بدينا تنفهموا بان كل شيء كاملين كل شيء ممكن. بالنسبه لـ يعني الشراكات كما قلنا كانوا جوج الفرق التماسوا على مستوى الاقليم في القسم الاول هو فريق الشباب السهمي وفريق رجاء اسفي. كان فريق نجم اسفي اللي عنده ارتباط كما قلنا تاريخي بفريق في السنوات الاخيره وعطانا مجموعه من اللاعبين وانشرهم على راسهم السي عبد الرزاق الحمد لله، وكان فريق نسوي بالمدينه الفريق تيلعب في قسم الصفوه. وهذه الشراكات يعني غادي يتم ان شاء الله التوسيع ديالها مستقبلا. هذا الشيء اللي قلنا هذه هي الخطوه الاولى. كذلك
في اطار العلاقه ديالنا مع الفرق تم تقنين العمليه ديال يعني جلب وانتداب اللاعبين ديال الصغرى من الفرق يعني تدوز في قنوات رسميه مع هاد الفرق. بالنسبه للشراكات الدوليه اللي ناكدوا لكم بان مجموعه من الدول من الفرق خاصه على المستوى الافريقي عبرت على الرغبه ديالها في عقد شراكات مع النادي حنا في اطار الدراسه ديالها. كما قلنا هذا مشروع ديال 4 سنوات يعني نتمنوا ان نحققوا اكبر قسط من هذا المشروع في هذه السنه هذه، ولكن اذا ما تمكناش يمكن المواسم المقبله نحققوا ان شاء الله. المهم هو نجزوا هذا الشيء اللي تكلمنا عليه، الشراكات مع الدول الاوروبيه منظمة يعني الدول فرنسا كاين مجموعه من الافكار كما قلنا غادي نشتغلوا عليها مستقبلا، لانه الطموح ديالنا هو الشراكات تكون شراكات فعليه ماشي شراكات باش نجيو نصوروا وباش التسويق، ولكن شراكات فعليه يعني يكون الاستفاده ديال الفريقين من وراء الشراكه تكون يعني استفاده فعليه من خلال تبادل الخبرات من خلال تبادل المؤطرين. يعني خص هذه الشراكه تروح بالنفع للفريق ويمكننا ولا تخير خصنا نسجلوها في اطار الاستمراريه وفي اطار يعني انها تكون عندها ابعاد تنشوفوا فيها. بالنسبه لل سي ان اس اس كخطوه اولى يعني تبقى خطوه ايجابيه في مرحله اولى غادي ندرسوا يعني الملفات الاخرى على حسب القوانين المنظمه ديال التعاقدات ديالنا، لانه حنا تنتكلموا على امور تقنيه دونك يمكننا ندرسوها ونشوفوا الجوانب كلها ويمكننا ان شاء الله ناخذ خطوه في هذا الاتجاه اذا كانت الامكانيه متاحه. بالنسبه للسي الاتحادي انا استغرب انه فاش نتكلموا على ادماج الشبان اذا كان شي مثال خصو يتعطى في البطوله الوطنيه خصو يتعطى اولمبيك اسفي. حنا ما تنقولوش حنا الوحيدين، كاين فرق اخرى ولكن كاين فرق اللي تلقاو 5 أو 6 ديال اللاعبين مكونين داخل النادي اللي هما الاعمده ديال الفريق، وعندنا 4 اخرين جالسين في المونتوش، وعندنا 3 ما تكونفوكاوش، عندنا 9 هذا العام في الفريق الاول. هذه الاولى. بالنسبه للتشبيب اللاعبين كلهم شباب. بالنسبه للعنايه ذكرت في العرض ديالي وعندنا اعلان في الوقت بانه قبل ما تبدا البطوله وقبل ما نعرفوا المستوى ديال اللاعبين جلسناهم وحسنا الوضعيه ديالهم وما طلبناش منهم يزيدوا في العقود ديالهم باش نوليو يديهم باش لا خلينا نفس العقود نفس المده وخلينا اللاعب انه يعبر على الرغبه ديالو باش يستمر مع النادي ولا لا. دونك كان زدنا في لي سالير وزدنا في لي بريم سينياتور ودرنا ان بارين كما تكلمنا عليه. بالنسبه للشبان فاش نقولوا تعاقدوا مع اطار وطني اللي هو السي حسن مومن اللي تنعرفوا البالماريس ديالو، هذه اشاره بان المكتب والمكونات ديال الفريق باغا تعتمد السياسه ديالها السنوات المقبله على لاعبين مكونين داخل النادي وتطعيمهم لاعبين اللي يمكن لهم يعطوا الاضافه من الفرق الاخرى. تنتكلموا على اضعف فريق، تنتكلموا على انا تنتمنى اذا كان هذا لونغاج الى بقينا فيه والفريق يبقى ينتصر انا نبقى قديما، لانه لا يعقل ان فريق من الدوره الخامسه دابا يمكن كلاسي هو الاول في الكلاسمون في الشامبيون الماروكي ونقولوا اضعف فريق، فريق اللي انتصر على فرق المقدمه نقولوا اضعف فريق. دونك انا اذا كان هذا هو الضعف اللهم خلينا ضعاف هكا تنكملوا البطوله بحال هكا ويكون خير ان شاء الله. بالنسبه لطريقه العمل اللجان والكفاءه انا يعني هذه شهاده يعني الاخوان يمكن تنحكموا على الاشخاص لانه من بعيد، ولكن فاش تعاشر الاخوان وتشوف الحب ديال الاخوان للفريق والوقت اللي تيدوزو راه ما يمكن بزاف الناس ما عندهمش فكره على بعض اعضاء المكتب شحال تيدوزو ديال الوقت ديالهم في النهار في خدمه الفريق علما انهم متطوعين، والتضحيات اللي تيديروها وما تنقدروش ما تنتكلموش عليها. انا تنشكرهم على المنبر جميع اعضاء المكتب جميع المنخرطين على يعني لانه كانت مواقف اللي تزدنا فيها في الفترة اللي كان الفريق عنده 6 نقاط 5 دورات وكل شيء تقريبا ماشي كل شيء ولكن نسبة غالبة مابقاش مأمنة بالفريق، كل شيء بدا تيتحدث على نزول كأس الوطني الثاني غنزلوا في فلاري بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله بالتضامن ديال الأعضاء ديال المكتب وبعض المنخرطين وبعض المحبين ديال الفريق وجميع يعني كان الحمد لله عدد لا بأس به أنه بقاو تيثقوا في الفريق وكانت عندهم ثقة، وهي الحمد لله لأنه التضامن هو اللي وصلنا ان الفريق الحمد لله استرجع المكانه ديالو، هاد المكانه بطبيعه الحال استرجعها بالقدوم العمل اللي قام به السي يوسف داخل الفريق، لانه ترجع لي فضل كبير النتائج اللي حققناها، كذلك الفضل كذلك يعود للاعبين
والعمل اللي قاموا به. وانا شخصيا مع بعض اعضاء المكتب يعني مباشره بعد كنت اللقاء ديال جديد اللي نزلنا فيه 3-0 كان عندنا لقاء معهم بحضور السيد الطاقم التقني ديالو تنشكرو بالمناسبه العمل ديالهم والتلاحم ديالهم لانه هذه يعني خاصيه جد مهمه يعني تبغي الفريق تبغي العمل اللي تقوم به ولكن تلاحم جميع المكونات ديال الفريق. كان عندنا لقاء واكدنا في واحد الكلمه بانه لا احد في هذه المكونات ديال الفريق الاولمبيك اسين كل واحد الفريق المضيع خص كل شيء يساهم لا لاعبين لا اطر تقنيه لا اداريين اللي تنشكرهم بالمناسبه لانهم تيقوموا بواحد العمل كبير جميع العاملين في النادي المصطف ميديكال يعني تنشكروا الجميع كل شيء اللي تيساهم عندنا تقريبا 60 اطار تقني اداري مستخدمين اللي تعاقدين مع النادي اضافه للاعبين عندنا تقريبا 100 ديال الناس اللي تيشتغلوا في النادي تنشكرهم بهذه المناسبه. بالنسبة لي راه المسؤولية بالمحاسبة وغادي نجي لهنا النقطة ديال أنه أحد أعضاء المكتب يتقاضى أجرا. أنا سنأكد لكم بأن لا أحد داخل المكتب الأولمبيك الأسفي يتقاضى أجرا عن عمله. وما تم تداوله مؤخرا من وثيقة فهي يعني كاين الحضور ماشي تيشتغل في الجمعيات واللي مدون في الوثيقة في خيط أورغانيزاسيون ماشي تعويضات. واللي نقدروا ناكدوه هو شركة تعويضات تصرفات ولا تم استرجاع ديالها وكان الامور كلها غادي تبان في الحساب المالي ديالنا. وحنا الحمد لله راه المكتب مكون من اطر وعندنا اطر اداريه تشتغل ما يمكنش نوقع في هذا الخطا. ثاني حاجه بالنسبه لاستقاله المنخرطين هنا تتكلموا على السي حفيان والسي جمال نون انهم جوج ديال اعضاء المكتب واحد الفتره شافوا بانهم مابقاتش عندهم القدرة باش أنهم يبقاو يشتغلوا داخل النادي، شافوا بأن الأجواء بالنسبة لهم كانت غير مناسبة باش يمكنوا يستمروا، قدموا الاستقالة ديالهم، دونك حنا بالنسبة لنا تنحترموا الرغبة ديالهم، وخا خلينا الباب مفتوح هذيك الفترة، ولكن متأكدين أن الإخوان ما عندهمش الرغبة باش يستمروا، دونك المسائل الإدارية يعني غادي نقوموا بها إن شاء الله مستقبلا.